شكرا كلارا. صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث نهار الاربعاء 3 شباط فبراير 2021. بيسعدني رحب بضيفنا باستوديو امين عام حزب الكتائب سيرج داغر. صباح الخير. صباح الخير لك ست نانسي. اهلا وسهلا فيك امين عام حزب الكتائب. بعد الاحزاب ممكن يعني تطور بهيكليتها وبإداراتها؟ بتعتبر بهالمرحله هي مرحله تطوير داخل الاحزاب؟ حسب الاحزاب، انا برايي في كثير احزاب اليوم ثورة الشعب اللبناني اللي صارت رح تطيح بكثير من الأحزاب. اللي رح يفرق هو النهج، يعني الأحزاب اللي بعدها بتعتبر أنه في شيء مثلا اسمه زعيم، أو مثلا أنه الزعيم هو نص إله، أو أنه رئيس الحزب ما بيغلط، أو اللي بعدها بتآمن بالهرمية، أو اللي بعدها بتآمن أنه بده يقعد واحد على كرسي وما يقوم عنه، أو ما بدها تطور حاله، أو اللي بتعتبر أنه ما صار في ثورة، أو يلي بدها تضل عم بتنبش على كراسي وعلى مصالح، إيه رح تنباد. ولقلك صراحة لازم تنبادوا، رح نكون نحن أول المهللين. والأحزاب يلي رح تطور حالها ويلي رح تعمل إعادة قراءة ويلي رح تجدد طريقة تفكيرها وتروح على نهج جديد مثل ما نحن عملنا. يعني بتذكر كمان أول ما انتخب رئيس حزبنا قال أنا اليوم مني جاي أشبه السياسي، أنا رح أقوم بثورة على الذات. تنسير السياسي بتشبهنا، مش نحن نشبه السياسي بلبنان. وكل واحد اليوم منه مستعد يعمل يعني ثورة على زي هلا انه هلا صراحة الكل بيقول هيك، يعني كل حدا بكل حزب بيقولوا نحن بنعمل نقد داخلي، نحن بالعكس نتناقش ومنختلف وعنا آراء و و و صراحة ما حتى ما شفت حتى دعوة هذا الشيء. بس هذا وين صار بحزب الكتائب كمان؟ لك بكل شيء، يعني نحن يعني لأعطيك مثل، بسمع كثير أوقات حتى ناس بالثورة أو اليوم بنشتغل معها بيقولوا لنا مثلا هل عملتوا نقد ذاتي؟ لأنه كثير منهم كمان ما كانوا يتابعوا سياسة قبل 17 تشرين، بيقولوا مثلا أنتم حزب عريق وشاركتوا بالحرب وكنتوا من تأسيس لبنان وكذا. أوكي، قديش من الناس بتعرف مثلا أنه حزب الكتائب عمل قراءة ومصالحة مع منظمة التحرير، أو مثلا مع جورج حاوي، او مصالحه مع الحزب الاشتراكي بعد الحرب؟ او يعني اول شيء نحن عملنا قراءه لفتره الحرب، شفنا وين نحن اخطانا وين غيرنا اخطا، عملنا هذه القراءه بآلياتنا الداخليه. قد نكون من الاحزاب القليله اللي عندها انتخابات، بيصير في انتخابات مكتب سياسي وبتكون شرسه. يعني بقدر اعطيك انا مثلا، انا صرت مرشح مرتين، اول مره طلعت ثالث بالانتخابات، ثالث مره طلعت عاشر، حاسبوني الكتائبين اجوا قالوا والله هون وهون نجحت هون وهون ما نجحت. بحترم هذا الشيء كثير، وبضلني افكر انه انتخابات الجاي بده يكون عند حسن ظنهم وغيره وغيره. يمكن من الاحزاب القليله اللي بس مثلا هلا على اي اساس تعينت امين عام؟ ويمكن من الاحزاب القليله كمان يلي مثلا داول على رئاستها 7 رؤساء. يعني في احزاب كثير بلبنان مثل ما تاسست بعدها، وهذا على فكره هلا 7 رؤساء بس من العائله العائله، يعني اجمالا باستثناء يعني كريم بكردوني بمرحله معينه، وليد كرامي وجورج سعاده ومنير الحاج. هلا ما في بالاستثناء في اكثر، يعني في تداول سلطه وبالانتخابات مكتب سياسي. يعني تاريخيا صار في معارك شرسي، صار في ناس بنعطي هيك مثلا لاوقات، بتعرفي مثلا الدكتور جعجع ترشح على رئاسه حزب الكتائب وسقط على صوتين بتصور بمعركه ضد جورج سعاده. حزب عريق عنده ديمقراطيه فاعله، المراكز كلها، كل القياده منتخبه، كل اعضاء سياسي مكتب سياسي منتخبين. هلا صار في انتخابات لحضرتك صرت امين عام؟ لا هون كيف صارت؟ لا الامين العام لانه منه مركز سياسي، الامين العام بوست اداري، دونك بدك بتعيني حدا. مين بعينه؟ رئيس القياده بتعين حدا، المكتب السياسي هيك بعينه. مكتب سياسي ولا الرئيس؟ لا بيقترحوا الرئيس، بس نحن بكل شيء نظامنا المكتب السياسي هو اذا بدك حاكم الفعلي بالحزب، يعني كل السلطات بتجي من المكتب السياسي اللي بينتخبوا المؤتمر العام. أوكي. هذا البوست لانه بوست اداري، يعني مثلا ما في، يعني ما لنا قصه انتخابات، لانه مثلا تنقول القاعده انتخبت حدا السكيلز تبعه او قوته منا بالاداره في يعمل لك مشاكل. دونك هذا من هيك عبالك، ما انه مركز سياسي، ما انه حتى ترشيح على نيابه، ما انه ترشيح على وزاره، ما انه رئاسه، ما انه نيابه رئاسه، هذا بوست بيور اداري. البوستات الاداريه تعين، كل البوستات اللي فيها انبثاق سلطه ولا بتلعب ادوار سياسيه تنتخب. وهذا شيء نحن كثير بنفتخر فيه، وهذا يعني بتحسي بهالعراقه وقت تفوتي على هذا. إيه بس هون مثلا بعد بيقول انه لرجع قدر نائب سامي الجميل انه يكون بقلب القياده، قياده الحزب الكتائب، حزب الكتائب يعني كان لبنانه بمرحله معينه، اضطر ان يعود الى يعني كنف العائله والى كنف كيف؟ بيت الجميل. يعني ما خرج من كنف العائله، هو اذا عم تحكي لا بس هو يعني ما عمل حملته المتمرده وكملها وشق طريقه، هو لا اضطر بالاخر ان يعود طوعا او كرها، ربما مكرها الى الحزب. اضطر عكس طوعا، طبعا بفتره يمكن اعتبر والله انه الخطاب السياسي منه عاجبه، راح محل ثاني، بعدين والله اجى رجع طرح مشروع وخاض انتخابات على اساسه وربحها.
ربحها، يمكن مرته جاي يترشح او ما يترشح، يمكن اذا ترشح يربح او يخسر. إيه بس حتضل لوصمه الوريث موجوده، لانه لو كمل مثلا، لو اليوم عم بتقلي حضرتك امين عام لبنانونا، نقول انه عمل هذه الثوره على الزيت وخرج واسس وكمل، بس لما بدنا نحكي بحسب كتائب يعني رجع لياخذ ورثه موجوده، قاعده موجوده. ورثه حدا بيعطيك اياها، يعني الاحزاب اللي بتلبس عبايه وبتشلع عبايه بيورثوا. وقت انت بتترشحي على مركز ما في شيء اسمه ورثه، كتائبين بيقرروا يختاروك يرفضوك يحاسبوك، وهذا هذا احلى شيء بحزب الكتائب. وعلى الحال هيدا اصلا الثقافه اللي بيبثها سامي جميل بالحزب، بيضل يقول حاسبوا قيادتكم، اول ما انا غلط حاسبوني، وايه بالقياده في نقاش وفي محاسبه. وعلى فكره انا كثير بفتخر، انا اوقات بيصير مثلا اوقات بعض تسريب انه والله صار نقاش وفي هذا قال هيك وفي هذا الخلاف قال بين يعني حتى الخلاف داخل العائله بين نديم جميل وسامي جميل، هذا كثير واضح كمان بين كل اعضاء كل اعضاء المكتب السياسي. بعده هذا الخلاف مع اوقات نديم، ما نحن ما بنسميه خلاف، شو بتسموه؟ ما نحن كلنا بنتناقش، مثلا انا بكون رايي هيك، فلان رايه هيك، نديم رايه هيك، سامي رايه هيك، اكس رايه هيك، في كمان هيك انقسام داخل الحزب اليوم بين نديم وسامي، لا يعني في مجموعه نديم ومجموعه أبداً سامي جميل؟ ابدا ابدا، بس في اراء، في راي سامي وراي نديم وراي سيرج وراي سليم صايغ وراي اعضاء المكتب السياسي. المشكله ببقيه الاحزاب، يعني قد ما في هذا الشيء بصيروا انا ليك هول بيتناقشوا وي عيب، بس انه اذا ما بتتناقشوا مشكله، اذا كلكم بتفكروا نفس الشيء. يعني انتم بتشبهوا اليوم التيار الوطني الحر بمكان معين؟ ما بعتقد، لانه بعتقد يعني بين جبران باسيل هلا ما عم بيصير، بس بهالمرحله ما صار ولا محل يعني، لا صار بس انه هلا اليوم بهيدي المرحله، لا ما فينا نقول صار، ما صار بطريقه معينه سموها انتخابات. طيب ما صار، بس اليوم بهالمرحله اللي هو التيار الوطني الحر فيها، وتحديدا بالمرحله اللي كان فيها يعني الحرس القديم او الجيل القديم والمناضلين والجديد، بتعتبروا انه انتم بتشبهون كمان؟ نحن اكثر حزب بركي في تفاعل بين الجيل القديم، يعني اليوم على طاوله المكتب السياسي في ثلاث اجيال، واذا بتشوف النقاش نقاش ممتاز، يعني بيجي بينطرح حيلا فكره، يلي بركي عايش اشياء اكثر بيعطي خبرته، يلي جان ومحمص اكثر بيعطي فكرته، وكل واحد بيعطي فكرته ومنناقش، والاخر بيطلع قرار، والقرار اللي بيطلع نمشي فيه كلنا. يعني طيب اليوم مثلا الدخول الى اشكال الديمقراطيه، لانه كمان بفهم الناس اللي برات الحزب بركي بتقشع شيء او ما بتقشع، لانه معوده على نمط بالاحزاب. انا لحدا من جوا ما بتعرف قديه بفتخر بتجربتنا، يعني ما بتعرف قديش اوقات رئيس حزبك، وعم بقولها وبعنيها، في يخسر قرارات مهمه بالتصويت ويمشي الحزب بعكس مثلا راي رئيس. بس اليوم كل الاحزاب امام الاستحقاق اللي هو الاصعب، اللي هو تامين استمراريه الحياه والعيش عند الناس. صحيح. انتم كحزب كتائب عملتوا مخزون من التموين؟ بصراحه عندكم اليوم دعم خارجي، تمويل خارجي، قادرين انتم انكم تدعموا محاسبينكم بمدهم بمواد اوليه؟ عم نحكي هلا بنزين وصلت التانكي ل 30,000، مواد غذائيه وغيره، انتم عاملين هذه الخطه ايضا؟ اول شيء الحمد لله انه ما عندنا تمويل خارجي، لانه التمويل الخارجي ايجال تبعيه ديركت، ومن هيك بجي بقول لك كل الاحزاب اللبنانيه الاخرى كله عندها دعم خارجي، وعم تستعملوا بالزبائنيه السياسيه، مش عم تستعملوا مع الحزبيين. طب انتم من وين بتتمولوا؟ عم تستعملوا مع المواطنين. منيش عم بقول لك، اول شيء نحن مثل ما الاكثريه بيعرفوا حزبنا كثير ضعيف تمويليا، من هيك مثلا ما عندنا وسائل اعلام، ما عندنا تلفزيون، ما لنا قادرين نعطي مساعدات. عم شوف اشياء يعني ناس شو عم شوف احزاب اخرى عم توزع بنزين وعم توزع فيول وعم توزع ادويه. الأسوأ من هيك انه اوقات انتم نهائيا ما عندكم هذا الشيء. هلا رح اجيبك، نحن الأسوأ من هيك انه ناس بتعتبر انه هذا الشيء منيح، ما بيفكروا ولا مره انه هون مصرياتهم اللي انسرقوا، يعني عم بيربحونا جميعا. هلا بالاخر لما يجوعوا الناس ما حيقعدوا يفكروا للاسف، عم هيدا اللي عم بيكون. بس بنرجع كمان على مين جوعنا، يعني قصدي نحن اليوم في ناس اجوا سرقونا على مدى 30 سنه، وانتبه مش لانه قبل كان شعار، يعني بتذكر كنت اقعد انا وياك على هالطاوله اول ما رحنا على المعارضه، كنت تساليني حضرتك ومثل كثير من الناس انه خيي انتم ذكري كلمات مثل مش انتم طبعا تكونوا عم تقولوها وعم تنقلوها كذابين وشعبويه. انا ما بقولها إيه إيه لا يعني لا كنت تقولي للناس يعني احزاب اخرى تطلع تقول خي انتم شعبويه او كذابين او حاملين السلم بالعرض كذا كذا. ليش هيك؟ بس ما عاد حلو نذكر اوقات من 5 سنين لما مشينا ضد التسويه الرئاسيه قلنا مجموعه اشياء على اساس سمونا شعبويين، قلنا انتخاب ميشيل عون يلي هو حليف حزب الله رح يعرض لبنان لحصار وعقوبات، كان اسمنا كذابين وشعبويه. اوكي، قلنا قانون الانتخاب اللي اقريتوه رح يعطي اكثريه نيابيه لحزب الله، رح تاخذ لبنان على محور الممانعه،
كان اسمنا كذابين وشعبويه. قلنا رياض سلامه من سنتين وقتها كان رياض سلامه قديس من لبنان، ممنوع حدا يحكي عنه. قلنا القطاع صارت كان في عليه كمان معركه، حتى التيار الوطني الحر كان عم بيقول يعني كان ضد التجديد وفرض عليه الامر. اول شيء ما حدا بيفرض على رئيس الجمهوريه اللي اقترح التجديد لرياض سلامه شخصيا من خارج جدول الاعمال بجلسه وزاريه. بقى هيدي قصه ما خلونا وفرضوا علينا، خبريه السعدين بدنا نوقفها لانه وصلنا مطرح ما بقى فيها نمزح. اوكي، كنا اول من قال انه بعض المصارف وحاكم مصرف لبنان اخذيننا على الانهيار، خوننا وقلنا اولاد وشعبويه. لما رحنا على جمعيه المصارف من سنتين قلنا لهم عم بتدينوا الدوله يلي هو امرجي عم بتدينه، مش رح يرد لك، بكره رح تاخذ لي مصرياتي. كان اسمنا شعبويه وكذابين. طيب بس هذا الشيء كمان مش تراكم سنتين ولا خمس سنين، وهيدوليك قبل الخمس سنين انتم كنتوا شركاء يعني كمان، حتى نحن التاريخ يعني ما بيوقف بس بهيدي الفتره بالحكومه، لانه كنت قاعد لك الباقي. وقت رفضنا المطامر يلي عارضناها بالحكومه كان اسمنا كذابين وشعبويه، وقلنا المطامر اللي عم بيعملوها من احدث شيء ممكن والنفايات رح تكون بالجنة. وقت رفضنا برش خطه حمود الكهرباء. لحظه برش حمود هو عمره خمس سنين؟ لا مطمر برش حمود ولا مطمر الناعمه كان عمره خمس سنين ولا سكلين كان عمره خمس، يعني كله هيدا جماعتي شغلتين تراكم كنتوا فيه انتوا قبل. لا مطمر برش حمود انعمل بايام الحرب، المكب برش حمود اقر ايه من خمس سنين. بس هو المطمر شو كان؟ مش مكب لكن مطمر صحي بوقت ما كان غير محل. جبل برج حمود صار بايام الحرب، اصلا ما كان في دوله ما كان في شيء. اوكي، عم نحكي هلا بعد الحرب بزمن السلم وقت نحن شاركنا بحكومات اجوا عرضوا. طيب بس من الحرب للسلم كان موجود المكب وانتم كنتوا شركاء بالحكومات وكان الموضوع بالحرب ما كان في حكومات، كنا منفيين نحن ونحن والتيار بعد الحرب وانتم بعد شركتكم بعد الحرب. بعد الحرب ما بقى كانوا يكبوا فيه، هذا كان مسكر المطمر. وقتها فتحوا المطمر الجديد عارضني ونزلنا تظاهرنا ووحدنا وقتها بعد ما كان في حدا عباله يتظاهر، كانوا كلهم مؤمنين بهالدولة. وقعدنا شهر بالمطمر وصار نصنا بالمستشفى وفي أحزاب نزلت قالت لنا إذا ما نفتح المطمر لحظة بس لأنك فتت على هدول المواضيع بموضوع توزيع المساعدات أو ما يعرف بالإعاشات. حزب الكتائب تمويله واضح بيجي فعليا من أجاراته، الحزب عنده كتير أملاك بكتير محلات دونك، بس الإنكم طبعه صغير. عم نقدر نعمل على كل ما وقت واحد منا بيقدر يعمل، يعني يمكن بركي عم نعمل 5% من احزاب اخرى قديم ميزانيه. بس عم نعمل صراحه حضرتك عم بتقول امين عام حزب الكتائب يعني اداري قديم ميزانيه حزب الكتائب صراحه انا بعرف بالكتله التمويلي، بس اصلا هي منشوره ورسميه ومنقدمها على الدوله، يعني مش انه هو شيء سكري. يعني بقدر حتى ارجع اشوف لك وبجاوبك على السؤال. يعني بتنشروا ميزانيتكم ومثل ما هي هيدي الميزانيه مقدمه على الدوله اللبنانيه، هي الميزانيه تكفي كل المصاريف؟ لا ما في تمويل من برا؟ لا ابدا صفر. ولا يعني في البعض بيقولوا انه نحن بنتمول من مغتربين في الخارج، البعض بيقولوا انه مثلا التيار بيقول دياسبورا الخارج هي برجع بقول لك نحن عندنا الاجارات وعندنا الكتائبين اللي بحبوا يساعدوا حزبهم هول كمان بدخلون على الموازنه. طبعا نحن كلنا اول شيء نحن بندفع اشتراكات، كل واحد منا بيدفع اشتراك. قد ايه بتدفعوا بالشهر؟ حسب كل شو مركزك، في ناس اللي عادي بعتقد بيدفع 5000 بصير يطلعوا 10000 15000 20000 يعني حسب كل منتمي الى حزب كتائب بيدفع 5000 كحزبه كاشتراك نعم. 5000 ليره اها وبعدين بتتدرج بتصير تطلع حسب اذا انت يعني بده يدفع حدا ليفوت على الحزب. اكيد اكيد بده يدفع انه ما حدا انه كمشاركه يعني ما حدا بينشحط لان ما دفع، بس انه قصدي الكتائب بيجي بيساعد حزبه انه طبيعي كيف انه ولا كيف نعمل اذا ما بدك تتمول من الخارج بدك تعمل هيك تتكلي على الشباب. واكيد كمان هون بحيي جماعتنا بالاغتراب، يعني كل كتائبيين الاغتراب يلي مثلا هلا بهيدي الحمله في كثير كتائبيين من الاغتراب حبوا يساعدوا اللبنانيين، مثلا بعثوا لنا مساعدات، مثلا بعثوا لنا مش اموال، في كثير منهم بعثوا لنا مكنات اكسجين. يعني مثلا قد ايه وصلكم مكنات اكسجين؟ اجى تقريبا من الاغتراب شي 30 اذا ماني غلطان 30 مكنه. وكيف عم توزعون؟ عم وين عم بيكون في حاجه، يعني عم بيجينا اتصالات والله فلان وضعه خطر عم ناخذها بيخلص منها من عقمها من طهرها بنبعثها لحدا ثاني، وما عم نختصر فيها كمان بالكتائبيين، يعني وقت عم بيجينا اتصال انه والله فلان حتى مش كتائبيين انه اذا ناس عم بتموت شو بتجي بتقولي له انت عم بتموت بس منك كتائبه معلش موت. انه كل واحد منا عم يقدر يساعد مطرح ما بيقدر قد ما بيقدر. وبالمساعدات العينيه يعني نفس بتقدر تقدمها؟ يعني نفس الشيء عم بيجي ناس عم بيقولوا، لانه كمان بالفترة بالسنوات الأخيرة صار في كتير ثقة بأداء حزب الكتائب وسامي جميل بالذات، في كتير ناس عم تجي تقلنا يا خيي أنتوا تبين أنه منكم فايتين بالفساد ومنكم ومنكم حابين نساعد من خلالكم. وحتى عم بيصير قصص معنا أوقات ملفتة، يعني عم بيجينا ناس من مناطق أخرى من طوائف أخرى
عم تبعث لنا مساعدات وعم بتقول لنا انه حاسينكم انتم عندكم بعد وطني وزعوا بكل المناطق وعم نعمل هذا الشيء، يعني وقت يكون عندنا مساعدات اوقات عم نوزع قصص بطرابلس، عم نوزع بالضاحيه اوقات وقتها نقدر يعني بس وزعته بالضاحيه؟ ايه لبعض الاشخاص، يعني في ناس حتى طلبوا منا نساعد بعض الاشخاص وبعثوا هن مساعده ووصلناها. بس برجع بقول لك اللي عم نعمله هو 5% من اللي عبالنا نعمله، بس ما طبعا حزب ما بده يتموت من الخارج، بده تضل قدراته. طيب اليوم محسنين. كمان بعض الاحزاب بلشوا يجيبوا لقاحات، في اللقاحات عم تصير بطريقه ما عم توصل على لبنان وفي ناس عم تتلقح من هذا اللقاح، تحديدا عم نحكي يمكن اكثر عم بيكون لقاح الصيني. انتم اليوم كحزب جبتوا لقاحات؟ لا، لانه هيدي اصلا شغله الدوله واللقاح اصلا ببلاش. ما بعرف يعني ليك بدي لك شغله نانسي، ابشع شيء بالناس اللي عم بتساعد الناس اللي عم تنشر مساعدتها. يعني مش معقول كمان اخي اذا بدك تودي كرتونه اكل، يعني كثير انبسطت انك سالتيني اذا عم نعمل، مع العلم انه عم نعمل وحضرتك متابعه ومنك عارفه. يمكن هذا بقيمه يلي عم نعمله مضروب ب100. يعني عم شوف بيانات من نواب انه انا عم جيب ادويه تعو خذوا، واحد ثاني عم بيوزع اكل عم بيتصور، واحد ثالث، يعني اكثر من هيك شيء معيب انا ماني شايف صراحه. وانه يعني ما بعرف كيف واحد خي بده يساعد مواطن له او محاسب له او صديق له او لبناني اخر جوعان وبده يتصور ويحط سيلفي ويخبرنا ويعمل منا قصه، وانه يعني اللي بيقدر يساعد يساعد على السكت او ما يساعد، بس انه في طريقه اذلال للبنانيين ما لنا مقبوله اصلا. بالاخر عم ترتد يعتبر عم ترتد كمان عم ترتد على الناس، يعني اكيد بس في كمان البعض يعتبر في قله ثقه، يعني انه دائما في شكوك انه طارت مصريات المساعدات، مين بثبت انه وصلت، مين بثبت انه ما اخذوها. يعني اليوم حتى بالادارات بالدوله حضرتك بتسمع، يعني اليوم لما يقولوا لك المساعدات الطبيه اللي اجت وينها، نحن ما بنعرف شو وصلنا مساعدات، فجاه بتطلع خبريه اجهزه الاكسجين بالمدينه الرياضيه، فالبعض بيعتبر انه التصوير هو جزء من توثيق الموضوع او يعني لتوصل رساله انه صار. ليك نانسي بدي اقول لك الحقيقه، لانه رح بنبلش من هون رح نقطع عن الموضوع السياسي. يلي حاكمينا اوكي بما فيهم هلا يلي ما عم يشكلوا الحكومه وكل البوطه اللي حدهم بلا مخ بلا قلب بلا احساس، ولا برجع بقول لك ليش كل وحده بعنيها، وبلا كفاءه. يعني اول شيء اذا اجينا مساعدات ومستشفيات وكذا ولا عندهم اخلاق ما يتخانقوا عليها ويستعملوها، شيء بحطوه بالمدينه الرياضيه، شيء بيتخانقوا باي ضيعه بده يحطوه، شيء بحطوا الطحين مدري وين، لانهم بلا مخ وبلا اخلاق وما عندهم كفاءه. بس انتبه يعني بهذا الاطار هن مش بس الحاكمين بالمعنى السلطه السياسيه، لا 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 هن لحظه توزيع المساعدات او استلام المساعدات وتوضيبها هي من مهمه الجيش اللبناني. يعني هيدا صار من بعد انفجار المرفأ تحديدا، بس ما بلا سلم المهمة بدرجة كتير كبيرة باعتبار انه هو محط ثقة اكثر من السلطة السياسية. انه اليوم اكيد هن خايفين، اصلا مجتمع الدولي خايف يعطي حي الله شيء للسياسيين لانه خايف يسرقوه، ما هو حق، مش لانه مش انه ما انه غلطان، انه الجيش عم بيهتم بالتوضيب، مش الجيش اللي بيقرر المستشفى الميداني باي وين بينحط، ولا الجيش بيقرر اذا في طيارين فاعلين بالجنوب عم يتخانقوا وين بيحطوا المستشفى، هذا ما انه قرار الجيش، الجيش انه عم يعمل امين مستودع بهالمعنى، انه ايه اليوم انه تما ينسرقوا، انه اذا بدك منتبه على الاغراض، اوكي، بس الجيش بيقرر لوين بيروحوا، الجيش بيقرر وين بيتركبوا، مسؤوليه الجيش هذه او مسؤوليه الطبقه السياسيه. نحن بخط الطوارئ يبدو انه بلا في دور. لا الجيش دائما بيتبع قرار سياسي. لا انه في دور اليوم، في اكثر من حدا بتحمل مسؤوليه ومن ضمن المسؤوليات كمان. كلهم سوا بيتحملوا مسؤوليه، وبرجع بقول لك بلا مخ بلا دم وبلا كفاءة. طيب بس اليوم حضرتك عم بتقول انه يعني نحن يعني من يعرقل تأليف الحكومة باحترام لعقول الناس، هل مقتنع حضرتك انه عن جد قدرة التعطيل هي فقط داخلية اليوم بلبنان؟ اذا منا اذا منا بيكونوا كمان بلا كرامة. شو بيعملوا؟ عبالك بيكونوا بلا كرامة. بس شو بيعملوا؟ اذا انا اليوم يعني اليوم انت تحولت بلد ساحة ببلد. بكل معنى الكلمة. عبالك اذا انا مسؤول ببلد شعبي عم بيموت من الجوع على الطريق، بقرر ما شكل حكومه لانه حليفي بالمنطقه قال لي، بكون بلا مخ وبلا كرامه. يعني ما بقى نعطيهم عذورات انه لا مش عذر داخلي. هو اليوم بعتقد كمان في منطق بقول وينه هيدا الشعب اللي عن جد رغم كل شيء عم بيصير انه بتلاقي الناس
يعني اليوم طرابلس محاولة شيطنة طرابلس لم تنجح ليه؟ لأنه أكيد. ولن تنجح لأنه في ناس كانت عم تقول شو بعدهم ناطرين لهلأ مزبوط. مش المشكل أنه أهل طرابلس نزلوا المشكل أنه أهل بيروت وبعلبك والضاحية وكل مناطق لبنان ما نزلوا هون المشكل بيكون إيه بس كمان ما بدنا نجلد شعبنا بأي معنى من سنة لليوم شعبنا نزل على الطريق ترك مدرسته والمدام تركت بيتها وتركت أولادها وتركت طبختها ونزلت على الطريق وعيطت وصرخت وجنت وسبت وعملت البديكي. بالمقابل في منظومة سياسية شو نزلت عملت؟ نزلت صرخت صرخات طائفية رجعوا شدوا العصب الطائفي أوكي. نزل ناس من طوائف باسم طوائف لسوء الحظ جابوا عصي وخبطوا نسوان وخبطوا أولاد وخبطوا رجال هني وعم بيهتفوا هتافات طائفية. تقوس على اللبنانيين بالرصاص المطاط، انقمعوا من القوى الأمنية، انضربوا، انبهدلوا، انحبسوا، جاعوا، مصرياتهم راحت، ضربتهم الكورونا. شعبنا عم ينباد، نحن بحالة إبادة. طيب شو الحل؟ هيدا مش يعني هيدا كل العالم بتقول شو الحل اليوم؟ لا لا بس أنا بس يعني أنا اليوم بدي أوصل معك أنه شو إله عايز يكون في أحزاب بهالبلد وحتى أحزاب معارضة إذا مش قادرين يتلاقى حل أوكي. يعني اليوم بينقال الشارع ما له قيادة طبيعي هذا شارع هيدي فورة غضب ناس. طيب بس أنتوا اللي اليوم بالأحزاب والذين تقولون بأنكم في صفوف المعارضة أنتوا كمان ما قدرتوا تعملوا تكتل ناجح يعني أوكي. عم نعمل تكتل ونحمل إن شاء الله يكون ناجح بس أنا بدي لك شغلة أول شيء فإذا كان في السلطة بلبنان يلي هي مجموعة ناس بلا مخ وبلا أخلاق وبلا كفاءة أوكي لأنه حسب في منهم هيك وهيك وهيك في منهم بيجمعوا ثلاثة اوكي بيكونوا بلا مخ وبلا دم وبلا كفاءة بس المشكل انه هؤلاء حاكمين صار لهم كل هالفترة إيه؟ يعني اذا عليهم هدول الاوصاف المشكل باللي إيه؟ عم بخليهم يحكمون طبعا الشعب اللبناني اخطا باخر انتخابات لانه صدق ناس كذبت عليه لانه خبروه انه رح تجي الكهرباء ونحن تحالفنا وعملنا تسويه ورح نمشي على بعضنا ورح نجيب لك المي والشعب اللبناني صدقهم مش الحق على الشعب هن كذابين منيح متمرسين اوكي وبيشتغلوا من زمان باللعبه وبيعرفوا وين يدفعوا وين يساعدوا وبيعرفوا مين يجيبوا وما يجيبوا اوكي وما تنسى انه اليوم بلبنان في تقريبا اكثر من مليون شخص بيشتغلوا بالقطاع العام يعني اللي هن كمان مرتبطين مباشره بالطبقه السياسيه والطبقه السياسيه نانسي هون نرجع ناكدها هن رئيس الجمهوريه هن الحكومه هن مجلس النواب هن المتعهدين هو زيتون هن مصرف لبنان اوكي هن جزء من المصرفيين اوكي هن جزء من موظفين الدوله هن ناس بالوزارات هدول كلهم مافيا وحده هوري كلهم مافيا وحدة وهيدي المافيا لازم تنضرب ورح تنضرب والشعب اللبناني بلش ثورته وكمان ما نستخف كمان شو عامل الشعب يعني مش بنحكي عن نجاح أو فشل الشعب الشعب اللبناني نزل قال بدي غير الحكومة سيد حسن نصر الله مش مين ما كان قال لن تسقط الحكومة وسقطت وعملوا حكومة تانية وسقطت واليوم هول الأبطال اللي عم نحكي عنهم ما في نايب بالمجلس ما في وزير ما في رئيس بيسترجع ينزل على الطريق او يروح على مطعم او يروح على السوبر ماركت الناس اذا بتشوفهم على الطريق بتبزق عليهم عم بيطاردون على بيوتهم تخيل انت نايب يعني بالمبدا ينوب عن الشعب تمثل عن الشعب ما بتسترجع تنزلي على الطريق والناس عم بتفرق انت شفتي منظر سامي جميل عم يمشي باسواق طرابلس ليه قدر ما لنا منطقته ما لنا جمهوره نزل لحاله ليه قدر لانه الناس عم بتميز اليوم مزبوط مشكله الناس قادره تكون على الطريق إنما المحاسبة جاية وجاية بالانتخابات من هيك أنا برأيي رح يعملوا كل شيء من هلا عم بليك لأنه بكرة هذا رح يصير الموضوع لمحاولة تأجيل الانتخابات النيابية لأنه هن عارفين إنه إذا عملوا انتخابات نيابية الشعب رح يحرق دين اللي خلفه طيب بس أنتوا شو عملتوا بهيدا الوقت رح تطلعتوا من التمثيل النيابي صح رحتوا استقلتوا طبعا هل عند هل الفخر. صار في ليش بكل فخر شو يعني لحد اليوم شو الشيء الايجابي بس قبل ما تابع معك بموضوع الشيء الايجابي لانه الاستاذ حسان صقر ردد على حضرتك يقول في محاولات متكررة يحاول صديقي سيرج داغر القول إن الكتائب ليست ملكا لآل جميل عبر ذكر فكرة تعدد الرؤساء للتذكير إلي كرامي أتى في زمن رئاسة أمين جميل للجمهورية بقرار من جميل نفسه جورج سعادة منير الحاج كريم بكرادوني أتوا بزمن غياب أمين الجميل عن لبنان وكان عائلة الجميل أسست القاعدة الكتائبية كتنظيم استعادة الحزب من سارقيه حسب ما ادعت العائلة فاقتضى التوضيح هلا صديقي حسان بالحزب القومي هذه عقدة تاريخية فإذا بغض النظر عن بعد الشخص يمكن أنتوا هاي المصالحة التي
ما عملتوها، يعني كنت عم تحكي عن المصالحات اللي صارت انه تصالحتوا مع منظمه التحرير، تصالحتوا مع الحزب التقدم الاشتراكي، ليش؟ لانه بس ما